العشائر هم أبناء بشار الأسد، هم أبناء حافظ الأسد، هم أبناء سوريا. الشعب ما له علاقة بالحكومات، كشعب عشائري ترى قلبا وقالبا مع الشعب السوري. قيادة السيد الرئيس بشار الأسد كانت كلها يعني يد واحدة تآمرت عليها الكرة الأرضية، وكان الشعب السوري صامد، متواجدين من مثقفين من رجال أمن من رجال كل شيء لتوعية الجيل اللي تغرر فيه لمدة 10 سنوات 11 سنة. هسا تقول لي يعني أزمة ثانية؟ لا، بس سوريا بخير وشعبها بخير وقائدها بخير. احنا سند للجيش وسند للسيد الرئيس. شعار هذا الملتقى شعار المحبة، ملتقى المحبة. والله فوجئت بهذا العدد الذي كان في هذا الملتقى، بالرغم من برودة الطقس، بالرغم من قلة المحروقات، لكن كان نجاحه لأنه يهدف إلى دعم مسيرة الجيش وإلى دعم المقاومة الشرقية وإلى الفكر الذي زرع في أطفالنا وفي أجيالنا من قبل المحتلين والغزاة. ونحن كي نثبت للعالم في الخارج أن العشائر هم ليس خونة، العشائر هم خلف قيادة السيد الرئيس، هم معه يد بيد.